ثم يا أخي محمد الدهوم وأخي عثمان الخميس، أصلحني الله وإياكما، ما ذكرتما عني سيناريو، ألف سيناريو هكذا متخيل حين كنت في الكويت. على كل حال أنا أرمى بالتقية، لا يمكن، ليس مثلي بالذات من يرمى بالتقية. تعرفون لماذا؟ لأن كل حجة تأخذانها علي فإنما تأخذانها من كلامي، أنا رجل صريح فوق الصراحة ذاتها بفضل الله تبارك وتعالى، معروف عني، معروف عني جراءتي وجسارتي تقريبا المتفردة، ما رأيكم؟ أنا أغامر دائما حتى بسمعتي، بمصالحي، فقط في سبيل أن أعرب وأن أبين عن عقائدي وقناعاتي، أفعل هذا دائما دائما، وعلى المنبر، وهذا ينزل على اليوتيوب. أنا لا أخفي شيئا من قناعاتي بفضل الله تبارك وتعالى، كما يفعل كثيرون من المتمشخة والمترسمين برسوم العلم، أنا لا أفعل هذا، ولا أعتبر أن هذا أيها الإخوة بلية، بالعكس هذا من مزاياي، لأنني مرتاح متصالح مع نفسي، ليس لي شخصيتان، ليس لي وجهان، ليس لي ظاهر وباطن، الذي في قلبي أقوله على لساني بفضل الله. كنت في الكويت وأنا ذكرت هذا في جلسة من جلسات مسلسل التعريب بمباحث الفلسفة الذي دعيت إليه في الكويت الحبيبة، أنا قلت هذا، والآن أشهد الله علي، أشهد الله على ما حدث يا أخي الدهوم. أنا خرجت يوم الجمعة فلا والله لم يكن معي أحد، ولا سائق تاكسي ولا أحد، لم أكن إلا وحدي والله، والجمعة موضوعة عني وأعرف هذا، لكن أحببت أن أصلي الجمعة وأن أستمع إلى خطيب في الكويت الحبيبة، فخرجت والجو حار جدا بالنسبة إلي كإنسان يعيش في أوروبا. مشيت سمعت قرآنا بمقام عراقي حزين، فقلت هذا مسجد، فقصدته يممته، فمن شكله ومن زخرفته علمت أنه مسجد شيعي، أصلي خلف الشيعي وخلف الإباضي وخلف الزيدي من غير حريجة، دون ما أدنى حريجة بفضل الله، ولكنني أعلم أن معظم مساجد إخوتنا الشيعة الإمامية لا يقيمون إيه الجمعة، ولكن أنا أريد أن أصلي الجمعة، أريد أن أستمع إلى خطبة، فانصرفت عنه. هذا ما حدث يا أخي الدهوم، تريد أن تعرف عدنان إبراهيم، هذا ما حدث. وسألت رجلا يبدو أنه باكستاني من سحنته، قلت له أخي أليس هناك ثمة مسجد آخر؟ قال هذا بس، قلت له لا مسجد آخر سني، نظر هكذا قال لا، هذه المكان هذا المكان لا يوجد. شيخ الدهوم يقول هذه بليدة، أنا لا أعرف هي بليدة، ما لا أعرف، أنا لا أعرف أين أنا أصلا، أنا ضيف فقط، وأنا لست من طلاب السياحة في الأرض ولا أبدا، إن خرجت أنا أخرج فقط للمكتبات أشتري كتبا، لا أذهب لأتسوح ولا أتفسح، أنا حياتي كلها يا شيخ محمد الدهوم، وأنت ارتأيت أن تعرف بي وأنت لا تعرف عني شيئا، أنا حياتي كلها منذ نعومة الأظفار وأنا دون العاشرة في العلم وبين بطون الكتب، أنا لم أولد هكذا ولادة إعجازية بعد 30 أو 40 وأصبحت مثلا من أهل العلم، لا لا لا، أنا حياتي كلها في بطون العلم والأسفار بفضل الله تبارك وتعالى. فقال لي لا يوجد ثمة مسجد آخر ليس إلا هذا، فقلت على بركة الله، دخلت وصلينا معهم الظهر وجمعوا العصر جمع تقديم أيها الإخوة، وألقى أحد الشيرازين لا أعرفه، شاب صغير ربما في 40 من عمري أو ربما يكون سنيني في مثل سني، جاوز 40 بقليل لا أدري، على كل حال ألقى موعظة عن محمد وآل محمد، حقيقة خشع لها قلبي، أنا من المحبين المتيمين برسول الله وآل رسول الله في الحقيقة، أنا من العاشقين لآل محمد، نعم. وأقول لأخي الشيخ الخميس دائما هو يعني يهوله كيف يتحدث عن فاطمة، يا أخي الشيخ عثمان والله العظيم يا أخي أقسم بالله، وأنا لك محب إن شاء الله تعالى، لا أقول هذا مبالغة، والله أنا أحب كل الموحدين، نصيحة من العبد الضعيف عدنان إبراهيم لأخي عثمان الخميس، راجع نفسك في تعليقاتك على أهل البيت، ما الذي يغيظك أنني أسلم على فاطمة، أحب فاطمة كثير. يا أخي كيف لا أحبها، هل تتوقع مني أن أجعل عائشة رضوان الله عليها في مثل مقام فاطمة؟ إني إذا لمن الجاهلين، وهذا سيغيظك ربما، لا 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 لا، في نظري خذوا هذا عني، قولوا قال عدنان إبراهيم ثم احكموا بما شئتم، لست من الجاهلين أيها الإخوة أو المخذولين لأقول إن عائشة يمكن أن تقرن بفاطمة أصلا، عائشة بنت أبي بكر، فاطمة بنت محمد، لن أغلب على عقلي، بنت محمد يا شيخ عثمان، طبعا لن أتحدث عن عائشة بأي حال من الأحوال كما أتحدث عن فاطمة حتى تكون مرتاحا،
أنت لا تكتشف خبأً، أنت لا تكشف عن سر. انظروا كيف يتحدث عن فاطمة. فاطمة عليها السلام، أنا خادم لأعتاب فاطمة، خادم لنعل فاطمة عليه السلام. نعم، ماذا تتوقع مني؟ فاطمة بضعة مني، النبي يقول بضعة، وهي في الصحاح. يريبني ما يريبها، يغضبني ما يغضبها، بضعة. إنها بضعة المصطفى، لحمه ودمه. اعذروني والله، هكذا أغلب على نفسي، وقد بدأت هادئا وأحب أن أبقى هادئا، لكن لا أستطيع. فأقول للشيخ عثمان: يا أخي بالله عليك، والله أنا مشفق عليك، أقسم بالله، بالله عليك، استهدي الله تبارك وتعالى، استهدي الله، يهدك الله إن شاء الله تعالى. اترك يا شيخ عثمان، أنا أقول لك، هذا المقام الذي أنا فيه الآن، هذا خيال. أنا نفسي لا أرى نفسي إلا خيالا، أرى كل شيء بمنظور زوالي، كل شيء زائل ذاهب، هذا البخاء والخيال. يا شيخ عثمان، يا شيخ دهوم، وكل المشايخ، تكلم، أنا أفعل هذا إن شاء الله تعالى، مستعينا بالله والله العظيم، وفي نيتي دائما، تكلم كما لو كنت الآن على فراش الموت، الآن أنا الآن أنزع أحتضر، ماذا سأقول؟ أنا الآن أكلمك يا أخي الشيخ عثمان كما لو كنت أنا الآن على فراش الموت، لن أزيد ولا أنقص. ولذلك أدعو لك وأرجو لك الخير ولإخوانك ولنفسي إن شاء الله، ولكن سأقول لك الحق كما أفهمه. اختلفت، اتفقت معي، الحل عند الله أن تستهديه. عد إلى نفسك، اترك يا شيخ عثمان الجعجعة والجمهور والناس والمقترحات. تعرفون ما الفرق بيني وبينكم إخواني حفظكم الله؟ أنا لا يقترح علي أحد، ما رأيكم؟ والله العظيم لا أحد يجرؤ أن يقترح علي: يا شيخ عدنان تكلم في هذا ولا تتكلم في هذا. لا أحد. تعرفون لماذا؟ لأنني لم أسمح لنفسي ومن فترة بعيدة أن يشتريني أحد. طبعاً وقد أرادوا أن يشتروني، لن أقول الآن من هم، فقط لكي تعرف، وجهات كبرى جداً جداً جداً، أكبر مما تتخيلون. عدنان إبراهيم أرادت أن تشتريه جهات كبرى أكبر مما تتخيل أصلاً أنت، وطبعا ستعلم ما هو الثمن الذي كان سيدفع لعدنان ابراهيم. كن واثقا من هذا. لم افعل هذا، اريد ان ابقى واظل حرا، افرغ عن قناعتي واتكلم بمنطقي الخاص. لذلك كلامي عليه مسحه خاصه ايضا، له امتياز خاص، لانه كلامي انا، ليس مقترحات علي، وليس مفروضات، وليس اجندات، وليس برامج أبدا. نسأل الله جميل فتحه وحسن تلطفه بنا، اللهم آمين. على كل حال، وهذا ما كان من قصة صلاتي في مسجد لإمام شيرازي. قال لك شيرازي، ما شيرازي، إذا كذا، مجتبى مش مجتبى، ما هذا؟ إيش السيناريو هذا العجيب جدا؟ لا أصفه بغيره. إيش السيناريو المتخيل هذا العجيب؟ لماذا جعلتم الحبة قبة وألفتم قصة من لا شيء؟ أنا أريد أن أريحكم يا جماعة المشايخ وجماعة إخواني، وأشهد الله على ذلك، في اليوم الذي سيتغير فيه اعتقادي في أي مسألة أنا سأقول هذا على المنبر. يعني عشان نجيبها من قصير كما يقول، نجيبها من النهاية. أنا لو كنت مقتنعاً بعقائد الشيعة الإمامية، مع احترامي وحبي لهم، أعيدها، لكنت الآن مبشراً بعقائد الشيعة الإمامية، وأفعل هذا على المنبر، وإن انفض عني معظم جمهوري. انتبهوا، لا تقول لي تقية ويتقي، أنا لا أتقي إلا الله تبارك وتعالى، ولا أؤمن بهذه التقية التي تتحدث عنها أو تفهمها، لا أؤمن بها ولا أستخدمها ولا أريد أن أستخدمها. لا تنطبق مع مزاجي، لا تنطبق مع شخصيتي. أنا شخصيتي شخصية واضحة جميعة بينة شفافة وحساسة، شفافة تماماً، ويظهر تحسسه لأي شيء بوضوح، يعني يمكن أن يفهم. ولذلك أنا أقول لك، روح استفت علماء النفس، قل لهم هذا شخص مريب وشخص عجيب أتعبنا، استمعوا له 5 ساعات 4 ساعات، هذه 500 دينار، قوموه لنا. أنا متأكد لو سألت أي عالم نفس يفهم مهنته سيقول لك هذا شخص عجيب في وضوحه وشفافيته، عجيب جدا، يندر أن تقع على مثال له الآن.
في هذا الزمان العجيب الذي كله زمان استخفاء وتمثيل وافتعال يا جماعة، شيء عجيب. نسأل الله حسن الهداية على كل حال. طيب، أنا أريد أن أريحكم يا جماعة المشايخ وجماعة إخواني، وأشهد الله على ذلك، في اليوم الذي سيتغير فيه اعتقادي في أي مسألة أنا سأقول هذا على المنبر، يعني عشان نجيبها من قصير كما يقول، نجيبها من النهاية. أنا لو كنت مقتنعاً بعقائد الشيعة الإمامية مع احترامي وحبي لهم، أعيدها، لكنت الآن مبشراً بعقائد الشيعة الإمامية وأفعل هذا على المنبر، وإن انفض عني معظم جمهوري. انتبهوا، لا تقول لي تقية ويتقي، أنا لا أتقي إلا الله تبارك وتعالى، ولا أؤمن بهذه التقية التي تتحدث عنها أو تفهمها، لا أؤمن بها ولا أستخدمها ولا أريد أن أستخدمها. لا تنطبق مع مزاجي، لا تنطبق مع شخصيتي. أنا شخصيتي شخصية واضحة جميعة بينة شفافة وحساسة، شفافة تماماً، ويظهر تحسسها لأي شيء بوضوح، يعني يمكن أن يفهم. ولذلك أنا أقول لك، روح استفت علماء النفس، قل لهم هذا شخص مريب وشخص عجيب أتعبنا، استمعوا له 5 ساعات 4 ساعات، هذه 500 دينار، قوموه لنا. أنا متأكد لو سألت أي عالم نفس يفهم مهنته سيقول لك هذا شخص عجيب في وضوحه وشفافيته، عجيب جدا، يندر أن تقع على مثال له الآن في هذا الزمان العجيب الذي كله زمان استخفاء وتمثيل وافتعال يا جماعة، شيء عجيب. نسأل الله حسن الهداية على كل حال. طيب،